الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا اليوم هو يوم السبت 19 من شهر شوال عام 1440 هجرية، من تنومة أرض الجمال، تنومة الزهراء. أحييكم من هذا الموقع الساحر بخضرته وماءه وطبيعته الخلابة، أحييكم. ويسرني أن أقدم في هذه المادة تقرير عن مظلة ARB الأسترالية. الحقيقة المظلة هذه استخدمتها 7 سنوات، لها معي 7 سنوات، ولا يعني فكرت أني أعد تقرير إلا بعد ما استخدمتها هذه الفترة الطويلة. كان لها معي تقريبا 5 سنوات على السلفرادو، وقبلها كانت معي على سيارتي القديمة اليوكن. 7 سنوات جربتها وقررت أني أعد هذا التقرير. ليس والله دعاية لهذه المظلة، فقد يكون في السوق مظلات أكفأ منها، لكن بحكم تجربتي لهذه وبحكم تخصص شركة ARB في تجهيزات الرحلات، أحببت أني أعد هذا التقرير عن هذه المظلة. الرابط المتعلق بالمظلة عن شركة ARB بحطه إن شاء الله في وصف الفيديو، وإذا فتحت الرابط أنت بإمكانك الاطلاع على أسعار المظلة حاليا، لأني أنا شريتها قديما، كلفتني مع الشحن قرابة 1800 ريال، لأن الأسعار الآن أكيد أنها تغيرت قطعا، ما كانت متوفرة في المملكة. الآن موفرها وكيل شركة ARB اللي هي الرماية، شفتها عندهم قبل سنتين كانت حول 1400 ريال تقريبا. طبعا الآن في الجلسة هذه والله ماني بحاجة مظلة، لأن الظل زي ما أنتم شايفين ظل السيارة، والشمس يعني انكسرت للغرب، لكن عسل التقرير هذا فبفتحها ونصها وأعرضها أمامكم حتى يكون التقرير مكتمل وواضح. وأعتذر إن الشمس الوجه، لكن ما لي حيلة الحقيقة. المظلة لها مرابط، وهذا غطاء سميك له 7 سنوات الآن يحميها من الشمس والمطر، ومتين جدا وقوي. بسم الله. هذه عمودين، العمود الأول، العمود الثاني. ننزلها في الأرض ونلاحظ هنا فيها أيضا عارضتين، عارضة من هنا وعارضة من هنا، ثبت في الأعمدة. طلع العارضة الأولى هنا عن طريق الفرد، فر كذا، طول تركب، بعدين تك بالفر، نفس القضية. والعرض الثانية طلعها، بسم الله، ونثبتها في العمود مشبك حقها عن طريق الفر. لاحظوا ان تفك وتشد بالفر. هذا العمود الاول يسحب سحب كذا، بعدين يفرفر، ثبت هنا وزن. الثاني نفس الحكاية، يفر من هنا، يسحب، بعدين يفر، فر يثبت أيضا. نحاول نوزن المظلة. الآن المظلة مثبتة، الآن باقي بس تثبيت في الأربطة. المظلة يجي معها أصياخ، الأصياخ هذه لكن الحقيقة ضعيفة جدا وما هي جيدة أبدا. الأصياخ هذه طبعا متينة جدا قوية من بقايا الجيش الأمريكي في الكويت، جاتني هدية من الأخ العزيز أبو عمر صالح الشلال، بيض الله وجهك يا أبو عمر وجزاك الله خير، وهدية ثمينة جدا صراحة. المسامير هذه قوية جدا جدا. نفرق المسامير الآن، نجيب الخيط، هذا خيط شد جاهز مثبت في
المظلة، لفه على المسمار فقط، اسحب الشداد. نجيب الخيط الثاني ونسحبه بالشداد. هنا في أربطة تثبيت المظلة في العارضة هذه في المواسير. نثبت الجهة الثانية، الآن كل شيء جاهز. هذا تحذير أنك ما تثبت المظلة إلا والأربطة مربوطة ومثبتة حتى لو كان الهواء ساكن. وهذه المظلة من زوايا مختلفة، مهم جدا يوضح ان المظلة هذه شريتها قبل 7 سنوات. الشركة اجرت تعديلات وتطويرات على هذه المظلة، اللي يشوفها في موقع الشركة الان المظلة هذه لاحظ فيه تغييرات طفيفة في شكل المظلة. الميزة المهمة في المظلة لاصحاب الرحلات انها تعطيك خيارات واسعة في اختيار المكان. طبعا زي الشمس هذه، يعني الانسان يدور الظل اما تحت شجرة ولا طرف صخرة، اي نوع من انواع الظل، لكن احيانا ما يتيسر لك، يعني يكون في موقع جميل زي الموقع هذا والاشجار بعيده، يعني لو جلست انا داخل اكون بعيد عن الماء هنا، والجلسه هنا جميله جدا امام الماء ورائحه الارض صراحه تفوح بالروائح العطريه الجميله. فميزه المظله انها تعطيك خيارات في اختيار المكان، ما انت ملزم بشجره او صخره او جبل تستظل فيه، يعني شجرتك معك في اي مكان. المظله هذه مقاسها كذا 2.5 متر وكذا 2.1 سم، في مقاس اصغر لكن ما انصح بها صراحه. المظله هذه مقاسها ممتاز جدا، بل لو كانت اطول شوي كان احسن. من خلال تجربتي 7 سنوات المظله هذه عندي لها مجموعه عيوب صراحه. العيب الاول انك ملزم انك تثبتها في السياره، يعني ما هي بسهله انك تركبها، لها قواعد تركب وتفك بسهوله بحيث انك تركبها اذا رحت رحله معينه او سفر واذا رجعت تفكها، لا لابد انها تثبت تثبيت قوي في، ولابد انك تصمم لها قاعده ما يجي معها قواعد، هي يجي لها مجاري، 2 مجاري فيها مسامير تركبها انت في القواعد تصممها. بعض الناس يرى ان المظله تشوه شكل السياره فما يستطيع انه يركبها، هذا عيب صراحه. انا بالنسبه لي ما افكر في القضيه هذه، اهم شيء اني استفيد من خدمات اللي جهزتها لي الشركات في رحلاتي، وقضية تشوه السيارة ما تشوه ما فرقت معي. انت تلاحظون انها زايدة عندي تقريبا 70 سم من الامام من هنا، لاني اضطريت اني ازحفها عن باب الشد هنا حتى لا تعترض باب الشد، ولو رفعتها فوق عالي ما يكون لها مكان يعني جيد تثبت فيه. السلبية الثانية الاربطة حقت المظلة ما هي قوية، مع الوقت احيانا مع قوة الرياح الهواء حتى لو كان ما هو حتى لو كان هواء بسيط تنفك مع طقتها تنفك. من خلال تجربتي لهذه المظلة 7 سنوات، من إيجابيات هذه المظلة صغر حجمها ومساحتها ومتانة قطاع. أيضا من ميزات هذه المظلة أن الشراع حقها، الشراع هذا مقاوم للماء، بمعنى أنه ما يبتل. طبعا المظلة مهما كان ما توقيك على المطر، يعني المطر لو نزل وكان كثيف بيجي الماء بيجيك من تحت ويغرقك يعني، لكنها مقاومة للماء بحيث انها ما تبتل. الميزة الثانية في هذه المظلة انك تقدر تطلب قطع غيار من الشركة لأي قطعة تحتاجها. انا طلبت الشراع هذا، نفس الشراع هذا بالضبط، طلب تكلفني حوالي 300 ريال تقريبا. ايضا القطع لو انعطف شيء من الحدائد هذه او صار خراب في اي اجزاء المظله تقدر تطلب قطعه. يوم من الايام قبل 4 سنوات نصيت المظله
ولا شديت الحبال، كان الهواء ساكن، وفجأة جاء هب هواء ورمى المظلة ورا وانعطفت الأعمدة هذه، انعطفت. حاولت اني اعدلها ما استطعت، راسلت الشركة وشريت الاثنين من الأعمدة هذه، عمودين، واحد بديل واحد يكون احتياطي، وايضا شريت الشراع هذا، فما تكلف شيء، وهذه ميزة مهمة جدا، توفير قطع الغيار. ايضا من ميزات المظلة وجود مجرى جاهز لتركيب مظلة ثانية. وجود المجرى هذا الثاني يعطي ميزة انك تركب مظلة ثانية مع الجنب هذا من الامام. تثبتها طبعا برباط من تحت، وتعطيك مساحة في زيادة الظل وايضا زيادة الستر، وتطلعها بكل سهولة. اخر الميزات في هذه المظلة، وهي ميزة مهمة جدا عند كثير من الناس، انها مظلة وخيمة في نفس الوقت. هذه خيمة شريتها قبل يمكن 5 سنوات، ميزتها انها تفك وتركب على نفس المجاري حقت المظلة بنفس المقاس، خيمة في نفس هذا المكعب اللي انا فيها الان. مساحتها 2.5 × 210 سم. انا بامكاني افك الخيمة الان واركبها واعرضها لكم، لكن سيطول التقرير، ولهذا ساضع تقرير الخيمة ان شاء الله تعالى في تقرير منفصل اخر حتى لا يطول هذا التقرير. ارجو ان اكون وفقت في تقديم تقرير سريع ومفيد عن هذه المظلة، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.